السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وروى الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في خطبته: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الآيات الكريمات والأحاديث النبوية الشريفة تفيد أن الحج ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه العظام، فمن استطاع الوصول إلى بيت الله الحرام ولم يحج فهو على خطر عظيم، فما يدريه فقد تأتيه المنية وهو لم يقضي هذه الفريضة العظيمة. وعلى ذلك فالصحيح من كلام أهل العلم أن الحج يجب على الفور وليس على التراخي. روى البيهقي في سننه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى الأمصار فينظروا لمن كان له جده، أي سعة في المال، ولم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وروى الإمام أحمد مسنده من حديث الفضل بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد الحج فليتعجل فإنه قد تضل الضالة ويمرض المريض وتعرض الحاجة. وروى كذلك الإمام أحمد مسنده من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. أيها الإخوة الأفاضل، من فضائل هذا الحج أولاً أنه يهدم ما كان قبله من الذنوب والمعاصي. فروى الإمام مسلم في صحيحه في قصة إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: لما جعل الله تعالى الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، أبسط يمينك فليبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبضت يدي، قال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط يا نبي الله. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، والرفث هو الجماع ودواعيه، والفسق هي المعاصي. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، فيا له من فضل عظيم. ثانياً من فضائل الحج أنه أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل:
أي العمل أفضل عند الله؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا يا نبي الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. ثالثاً من فضائله أن النفقة في الحج يضاعف الأجر لصاحبها كما يضاعف أجر المجاهد، وهي نفقة مخلوفة على صاحبها. فروى الإمام أحمد مسند من حديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. رابعاً أن الحج إذا كان خالصاً لوجه الله تعالى موافقاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من كسب حلال طيب فإن جزاؤه الجنة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. خامساً أن الحج والعمرة من أعظم أسباب الغنى. فروى النسائي في سننه من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تابعوا بين الحج والعمرة، أي أكثروا من الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. سادساً أن الله تعالى يباهي بالحجاج الملائكة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تعالى فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول سبحانه ماذا أراد هؤلاء. سابعاً أن من طاف بالبيت واستلم الحجر الأسود شهد له يوم القيامة. فروى الترمذي في سننه من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الحجر الأسود والله ليبعثنه الله تعالى يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. ثامناً أن الصلاة في الحرم المكي أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، كما ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الصلاة في الحرم قال تعدل أو أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. تاسعاً أن الحجاج وفد الله تعالى، كما روى ابن ماجة في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحجاج وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. أيها الإخوة الأفاضل، فضائل الحج ومنافعه الدينية والدنيوية كثيرة جداً، أشار الله تعالى إليها بقوله ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. اللهم إنا نسألك حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.